السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله هنشوف كده مع بعض فيديو جديد ومعلومة جديدة. النهاردة يا جماعة أقول لكم سر الأوزان اللي عندي دي. طبعا في ناس كتير دايما تقول لي يا ام شيماء، طيب انا عندي الفراخ ما بتوصلش للاوزان اللي انت بتقول عليها ديت. الاوزان دي يا جماعه اللي انتوا شايفينها قدامك ديت، ده طبعا كلتها يعني زي ما قلت لكم في الفيديوهات اللي فاتت ان هي اصلا ما خدتش ولا سنت ادويه، كلتها بالاعشاب الطبيعيه. بس السر انا هقول لكم على يعني حاجه بسيطه جدا، اهم حاجه نوع الفرخ اللي انت بتجيبيه نوع يكون كويس. وانا هقول لكم على نوعين فرخ انت ممكن تجيبوهم، ده هيديك اوزان عاليه جدا. في انواع تانية كتير بس انا هقول لكم على افضل نوعين. النوع الاولاني القب، تمام، والروس، دي افضل نوعين اللي انت ممكن تاخدي منهم احجام عاليه. واهم حاجه الفرخ يكون فرخ كويس، ما يكونش فيه فرخ سرده. واجي مثلا اكله شهر، ممكن لو انت اكلت شهرين ثلاثه مش هيزيد، يعني اقصى حاجه يوم ما هيزيد معاك قوي هيديك نص كيلو، تمام. فنحاول كده يا جماعه، لو انا عايزه يعني اوزان حلوه اجيب فرخ يكون كويس من مكان مضمون، غير كده يعني ما اقدرش اقول لك اكتر من كده. بعد كده طبعا يعني بعد النوعين الفرخ اللي انا قلت لكم عليهم دولت، نحاول بقى يعني المكان يكون تهويته كويسه، يكون مكان صحي، نظافه دايما باستمرار، التهويه يكون سليمه علشان تقدري ان انت تاخدي فرخ كويس ويديك اوزان عاليه. طبعا الاوزان اللي انتوا شايفينها دي ما شاء الله معديه 3 كيلو. ويمكن انا قلت لكم قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت يا جماعه، انا ذبحت نص الدوره، بقيت اخد وهم لسه عمرهم شهر، بقيت اخد الفرخ الفاير اذبحه، وده طبعا كانت اللي هي ايه اوزانها ضعيفه. الوقت بقى ما شاء الله عدت 3 كيلو، يعني في فراخ منها كده ما شاء الله تجيب 3 كيلو ونص. طبعا الخميره برضو يا جماعه من الحاجات الحلوه جدا جدا في التربيه. عندما الفرخ بيوصل عمر اسبوع ببدا ان انا ادخل له خميره. في فصل الشتاء بقى بعملها 3 ايام في الاسبوع، في الصيف بعملها مرتين بس في الاسبوع. هتاخدي فرخ ما شاء الله يعني اوزان واحجام مفيش بعد كده. ان شاء الله اقول لكم على سر برضو في